العالمين صلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعين بإحسان ليوم الدين. أما بعد، إلى إخواننا المتابعين لدرس السلوك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى السامعين وعلى المتلقين. وقد وصلنا في ذكر هذه الوصية، في قراءة هذه الوصية لإمام الحداد في خاتمتها، وقد ذكرنا ببعض الآيات وبعض الأحاديث، وهو يذكر لنا آثارا مباركة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول عليه رضوان الله: وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفعنا بهم أجمعين حين استخلفه: اتق الله يا عمر، إذا وليت على الناس واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، ولو عملا بالنهار لا يقبله بالليل. وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباع الحق في الدنيا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا. فهذه وصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب، جدير أن نتأملها وأن نستوضح منها بعض معانيها. فهو يأمره بالتقوى، وهي الوصية العظمى التي اشترطها الفقهاء في خطبة الجمعة، والتي اكتفى بها كثير من الصالحين في وصاياهم، والتي أخبر الله في كتابه أنها وصيته لنا ولمن قبلنا. فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومعناها أن نتوقى سخطه وغضبه وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إيمانا وتعظيما ومحبة. يقول: اتق الله يا عمر، إذا وليت على الناس، يكون على حذر في أداء حق الله وحق خلقه. ونبهه تنبيها على المبادرة بالمهمات والواجبات وعدم التراخي والتكاسل. فكم ضيع الكسل على الناس من خيرات كثيرة. يقول ابن الوردي: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. وفي حكم الإمام الحداد أن العجز والحرمان اختلف أو تشاجر بينهما أيهما أضر بصاحبه، فترافعا إلى العقل فقضى بينهما أن العجز أصل وأن الحرمان فرع له. ولقد جاء في السنة الكريمة الاستعاذة بالله من العجز والكسل. فمن واجب السائر إلى الله والسالك، ومن واجب المؤمن الحريص على دينه، أن يغتنم الفرص وأن يبادر بالأداء الواجبات والمهمات والقربات مهما حضر لها وقت وحانت لها فرصة. ولهذا قال له
واعلم ان لله عملا بالليل، يعني في خلال ليلك تتوجه عليك مهمات وواجبات، اذا اهملتها وقصرت فيها فاتت، فلن تؤدي بعد ذلك الواجب بالنهار اذ فاتت الفرصه. كذلك هناك توقيت لبعض الاعمال وخصوصيات في الليل وفي النهار وفي المواقيت كأوقات الصلوات، فكل واحد ينبغي أن تعطيه حقه من الوقت والمناسبة، ولا تعود نفسك التكاسل وتأخير المهمات والواجبات، فإن ذلك يعرضك للآفات ولضياع الفرص، ولو قد اغتنمتها لكنت في الوقت الآخر عملت ما به تزداد وترتقي في الأمجاد، وما به أيضا يتوفر لك الخير والإمداد. قال وله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، فقم إذا جاءك الليل بمهماتك أثناء الليل، وقم إذا جاءك النهار بمهماتك أثناء النهار. وأعطاه الترتيب في التقرب إلى الله، فقال وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فإن الشيطان قد يمسك على بعض الناس ترك الفرائض ثم يطلقهم في بعض النوافل فيعجبون ويظنون أنهم بأداء تلك النوافل قد غفر لهم أو قد أدوا واجبهم وهم قد تركوا الفريضة، فالفريضة أحق، ولذا ثواب الفريضة يفوق ثواب النافلة بسبعين ضعف، وإنما تقبل النافلة بعد أداء الفريضة. فمن لم يصلي مثلا فريضة من الفرائض ثم تنفل كثيرا، قيل له تركك التنفل مع حسن أداء الفريضة أقرب لك إلى الله وأعظم لك شأنا عند الله من كثرة النوافل مع ترك الفريضة. فهناك مهمات يجب أن يتنبه لها الإنسان، مفروضات تتعلق بالعدل، تتعلق ببر الوالدين، تتعلق بحق الأهل، تتعلق كذلك بالشؤون المالية وبالشؤون الاجتماعية، فلا ينبغي أن يتخطى الفرائض ليعمل السنن، بل يقيم الأصل ورأس المال الذي هو الفرائض، ثم يكون التقرب بالنوافل بعد أداء الفرائض. والنوافل جوابر للفرائض، فإذا لم تكن الفريضة موجودة فما الذي يجبر بالنافلة؟ فيجب أن تؤدى الفرائض أولا. وفي الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربنا تعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. تقديم الفرض هو الأصل، ومن هنا تعلم أن التحرز عن فعل المعاصي والسيئات أهم من الإكثار من النوافل مع عدم المبالاة بالوقوع في المحرمات والمخالفات. ومن هنا أقر بعض أهل المعرفة والعلم أن أفضل الطاعات ترك المعاصي، فإن ذلك الفريضة اللازمة، ولهذا قال وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فلينبغي أن نعتني بالواجبات والمفروضات، ثم يكون رغبتنا في النوافل وقيامنا بها قائم على أساس صحيح من محبة الله، بعد أن نحسن أداء ما فرض علينا نتقرب إليه تولعا به سبحانه وتعالى وبقربه وعشقا للدنو منه، فنتقرب بالنوافل بعد أداء الفرائض. وهو سلم موصل إلى المحبة،
ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، ونتيجتها عظمى. عبر الحق عنها في هذا الحديث القدسي بقوله: إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث الكريم. فما أعظمها من نعم ومنن للذين أحسنوا أداء الفرائض ثم أحسنوا التقرب بالنوافل. وينبهه على أن الإنقياد للحق وترك شهوة النفس وهواها هو الأصل الذي يوجب النجاة، وأن اتباعه والنفس والميل إلى هواها هو الأصل الذي يوجب الهلاك. فقال له: وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا. ولما كان أظهر معاني اتباع الحق الخلق الكريم وحمل النفس على الخلق الحسن والتخلي عن مراد النفس من جميع الأخلاق السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. ففي الخلق الحسن اتباع للحق، انتهاء عن الباطل، فمركز في الحق الخلق الحسن، كما أن الخلق السيء مركز في الباطل. قال: وإنما خفت موازين من خفت موازين من القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا. وكل ما خرج عن منهج الله وشرعه فهو من الباطل، وكل ما آثر فيه الإنسان غير ما هو أولى به ففيه معنى من الباطل. والباطل الأكبر التكذيب بالله تعالى ورسله. قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فكون الهوى تبع لما جاء برسول الله هو الحق، وهو الخروج من الباطل. وتخف الموازين في القيامة باتباع الباطل في الدنيا، وتثقل الموازين باتباع الحق في الدنيا. جعل الله هوانا تبع لما جاء به نبينا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. فلنأخذ من وصية سيدنا بكر سيدنا عمر: قياما إقامتنا لركيزة التقوى في أحوالنا كلها، ومبادراتنا بما يتوجع علينا من الحقوق والمسارعة بأدائها. فلا نؤخر عمل النهار إلى الليل ولا عمل الليل إلى النهار بلا عذر وبلا ضرورة، ولنقم شؤوننا كلها على اتباع الحق ورد هوى النفس. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قال: وقال علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه: ست خصال من عمل بهن لم يترك الجنة مطلبا ولا عن النار مهربا. والعلماء والعارفون إذا ذكروا سيدنا علي فترضوا عنه قالوا: وكرم وجهه. ومن المعاني في ذلك
أنه كرم بأن لم يسجد لغير الله تعالى، بل جاء في سيرته ومناقبه أنه إذا أرادت أمه في أيام الجاهلية أن تسجد لصنمين اعترض في بطنها فلا تستطيع أن تنحني للأصنام أيام كان في بطنها. فلما كانت ولادته فاجأتها وهي وسط الكعبة فولدت به ليلة النصف من شعبان في جوف الكعبة. ثم نشأ عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغره لم يسجد لصنم، حتى جاء البعثة والوحي وهو ابن 10 سنين أتبع رسول الله ولم يسجد قبلها لصنم، فهذا مظهر من مظهر تكريم الله تعالى لوجهه. يقول 6 خصال من عمل بهن لم يترك الجنة مطلبا، أي فقد طلب الجنة بكل معناه من جميع الأبواب والجهات. قال ولا عن النار مهربا، أي قد أحسن الهرب عن النار بكل معنى بالقيام بهذه 6 الخصال. فما هذه 6 الخصال؟ 6 الخصال يقول سيدنا علي، يقول من عرف الله فأطاعه، من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. فبهذه 6 لا يبقي للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا، أي قد قام بحسن الطلب إلى الجنة والهرب من النار. أولها بمعرفة الله، لمن عرف الله فأطاعه. من عرف الله سبحانه وتعالى أي حظي بنصيب من معرفة جلاله وعظمته وكبريائه ووجوده وقدرته وإحاطته وأسمائه وصفاته والرجوع إليه جل جلاله. وضرورة هذه المعرفة أن تهدي لطاعة الله تعالى وتبعد الإنسان عن أن يخالف هذا العظيم الإله الحق المبدئ المعيد الموجد المنشئ الخالق الفعال لما يريد الذي إليه المرجع وله الحكم ولا معقب لحكمه سبحانه. فعلى قدر المعرفة يبعد الإنسان عن المعصية. قل من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان أنه عدو له وأنه خلق لاختباره وامتحانه، وأن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يقول عرف الشيطان فعصاه، أي صار متنبها لوسوسته وتلبيسه وتدليسه وكذبه فيبتعد عن الإصغاء له. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق في المسالك في الأقوال في الأفعال فاتبعه، اتبع الحق من الله تعالى. ذلك بأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فيتعرف بأخذ العلم أوجه الحق حتى يتبع الحق. وعرف الباطل فاتقاه وتجنبه. قال وعرف الدنيا، والمراد كل قاطع عن الله تبارك وتعالى وموقع في معصيته أو حائل بين الإنسان والقيام بالطاعة، فرفض ذلك وأبى إلا أن يسخر الدنيا لطاعة الله تعالى لا أن تستسخره فيعصي ربه بها. هذا معنى رفضه للدنيا، أن يرفض أن تستخدمه فيعصي الله بها، ولكن يستخدمها فما يأخذها إلا من حلها ولا يصرفها إلا في محلها. وعرف الآخرة وبقاءها ودوامها عظمها فطلبها،
طلب الدرجات فيها والقربة والرضا ورضا الله سبحانه وتعالى، فبادر بالعمل الصالح وبتجنب الشبهات والمكروهات والمحرمات، وهذا هو طلب الآخرة وأكثر من النوافل بعد أداء الفرائض. ويتعلق بشيء من هذه المعاني الأثر الذي بعده يقول: قال إنسان لبعض السلف: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ كيف الطريق إلى الله تعالى؟ وهكذا كثيرا ما يخطر على بال الكثير، فأرشده إلى أن صدق التعلق والتولع بالله والوقوف بالأدب معه هو الذي به يهتدى إلى مسلك الطريق الذي بين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هناك إشكال في الطريق، ولكن تأخر في سلوكها، انقطاع عن القيام بواجب حقها. فقال له ذلك العارف: لو عرفت الله لعرفت الطريق إليه. إذا عرفت عظمة هذا الإله، طلبت طاعته وترك معصيته، هذا هو الطريق إليه، ولا أكثرت ذكره ولا تولعت به ولا اجتهدت في التفقه في دينه والعمل بمقتضى شرعه، هذا هو الطريق إلى الله. قال: لو عرفت الله لعرفت الطريق إليه. فأنبأ السائل عن وهم آخر أيضا في باله وذهنه، وهو عند كثير من الناس، يقول: سبحان الله، وكيف أعبد من لا أعرف؟ أنا ما عبدت الله إلا وأنا أعرفه. فأراد أن يبين له أن المراد بالمعرفة لا مجرد التصديق والجزم بأنه موجود وأنه الحق، ولكن ذوق وتحقق عظمته بحسن الأدب معه. فلهذا قال له: وكيف تعصي من تعرف؟ أي لو صحت معرفتك وتمت وكملت لم تستطع أن تنطلق في مخالفة هذا الإله. وكيف تعصي من تعرف؟ فأنت تدعي المعرفة ثم تعصي الله سبحانه وتعالى، وليس مرادنا هذه المعرفة التي لا تستحي فيها من الله، والمعرفة التي لا تحملك على هيبة الله، ولكن معرفة تمتلئ بها حياء من الله جل جلاله فتمتنع عن معاصيه. وكيف تعصي من تعرف؟ هكذا يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقال بعض الصالحين لبعض الأبدال: أرشدني إلى عمل أجد فيه قلبي مع الله على الدوام. فقال له: لا تنظر إلى الخلق، يعني كن مشغولا بالله تعالى، لا تتعلق بالكائنات وما فيها ملتفتا إليها معولا عليها في شيء. فقال هذا الإنسان أن لما قالوا لا تنظر الخلق، في النظر إليهم ظلمة، يعني الالتفات إلى الكائنات بغير حاجة ولا ضرورة، غافلة عن الله تعالى. فقال: لا أستطيع. قال: لا تسمع كلامهم، أي لا تكون منصتا مصغيا لرجيف الناس وأقاويلهم الكثيرة، ذا فضول تسمع هذا وهذا وهذا، وهذه مؤثرات على القلب. فقال: فإن سماعه قسوة، الإصغاء إلى أقاويل الناس، وأكثر أقاويلهم باطل وأكثر أقاويلهم غفلة، فهي تقسي القلب. قال: لا أقوى على ذلك، لا بد لي من أن أستمع إلى كلام الناس. قال: لا تعاملهم، أي لا تنطلق في التعامل معهم لغير حاجة ولغير ضرورة بغير نية صالحة، فإن معاملتهم وحشة. قال: كيف أنا بين أظهرهم ولا بدي من التعامل معهم؟ قال: لا تسكن بقلبك عليهم ولا تانس بهم، واجعل أنسك بالله وذكره. قال: هذا عسى. قال: يا هذا، تنظر إلى الغافلين، تسمع كلام الخاطئين، تعامل البطالين، وتريد أن تجد قلبك مع الله على الدوام؟ أنت مجنون أنت.
تفعل هذا كله وتريد تطلب منا أعمال تكون قلبك فيه مع الله على الدوام، وأنت تنظر للغافلين، تسمع كلام الخاطئين، وتعامل البطلين، وتريد مع الله دائما في كل حين. كيف هذا؟ لكل مطلب وسيلة وطريق يوصل بها إلى ذلك المطلب. أنت تنحبس مع الخلق والكائنات في غفلتهم وجهالتهم وتريد معهم، وكم قلوب معك؟ مع قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فهكذا إرشادات الصالحين. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. من إذا رضي وفرح واستر في أي موقف وأي حال لم يدخله رضاه في باطل. من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل. الناس إذا رضي وسريته وفرحته يمدح بالكذب ويقف معك على الباطل ويداهنك لأنه فرحان منه. هذا في اليوم اللي تغضبه يكذب عليك، يقول فيك ما ليش فيك، لأنه يوم ما رضيته لما رضيته مدحك بما ليش فيك، في يوم تغضبه بيذمك بما ليش فيك كذلك يعمل. قال: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، من إذا رضي لم يدخله رضا في باطل. يرضى ويفرح يستبشر، لكن ما يتجاوز حده، لا يقول باطل ولا يفعل باطل ولا يعبر عن فرحه بشيء من الباطل من الآلات المحرمة والكلمات الماجنة إلى غير ذلك، مضبوط عند الرضا. وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، لم يحمله على السب ولا على الشتم ولا على الغيبة ولا على النميمة ولا على الكذب ولا على الحقد ولا على الحسد. يغضب ويضبط نفسه ظاهرا وباطنا، ما يخرج غضبه إلى الباطل، لم يخرج عن الحق. وإذا قدر لم يتناول ما ليس له، يقف عند حدوده ويأخذ الذي يستحقه، هو قادر يأخذ هذا وذاك، يقف ولا يأخذ الذي يستحقه عند القدرة. فهذا من كنا فيه استكمل الإيمان. إذا رضي لم يدخل رضا في باطل، إذا غضب لم يخرج غضب من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس فيه. هذا يقرب بالمعنى من الأصل والحديث اللي تحدث عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله وأعترف بالأربع ذكرت، قال: من أحب في الله وأبغض بالله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل حقيقة الإيمان. يحب من أجل الله لا من هوى ولا من نفس، ويبغض من أجل الله ويعطي لأجل الله ويمنع لأجل الله، هذا هو ضابط نفسه في حالة الرضا في حالة الغضب. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله ونفع به، قال: كان أهل الله يوصونني إذا رجعت إلى أبناء الدنيا أن أعظهم بأربع، يقولون لي قل لهم: من يكثر الكلام لا يجد للعبادة لذة، من يكثر الكلام لا يجد للعبادة لذة، من يكثر الكلام في الفضول بغير ذكر الله بغير نصيحة بغير العلم، من يكثر الكلام لا يجد للعبادة لذة، يحرم لذة العبادة بالخوض فيما لا يعنيه. لهذا قال بعض العارفين: إذا رأيت في منك تكاسل عن العبادة وتقل عن الطاعة فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. وإذا لم تقوى على قيام الليل فاعلم أنك مكبل، كبلتك ذنوبك في النهار فمنعتك من القيام. يقول: قل لأبناء الدنيا: من يكثر الكلام لا يجد العبادة لذة، ومن يكثر النوم لا يجد في عمره بركة، ومن يطلب رضا الخلق فلا ينتظر رضا الله، فليكن طلب رضا الله. إذا كان مولاي راضي فمن راد يغضب فيغضب، إذا الله راضي علينا سواء عندي المدح والسب. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لك العتبة حتى ترضى، فليكن مقصودك طلب رضا الله. وفي الحديث
من أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه من أسخطه من أرضاه بسخطه. اليوم ترضيه بسخط الله وما تمر بك الأيام إلا ويغضب عليك، هذا بسبب من الأسباب غضب شديد ما عاد ينفع شيء من الصداقة اللي بينكم ولا ما كان بينكم. كم رأى الناس بعبر من هذا في حياتهم، يكونون أصدقاء ويكونون في سلك متعاونين، سواء في مؤسسة في هيئة في حكومة في شركة في مجتمع من المجتمعات، يتعاونون على الباطل وكل واحد عين الثاني على الباطل ويرضيه بسخط الله تعالى، ما يدرون بهم إلا نشبت بينهم بدنا وقامت قائمة وتحاكموا أو تحاربوا أو تقاتلوا أو تفاضحوا أو حصل ما حصل. كم هذا واقع في الحياة. ومن أسخط الناس بإرضاء الله رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه برضا، يخاصمونه ويزعلون منه ويغضبون ويتكلمون عليه ما تمر السنين، يقول هذا خير هذا إنسان طيب نحن كنا مقصرين في عقله نحن كنا مجحفين عليه. سبحان الله، لأن المملكة لواحد وهو الله، وما في مع الناس إلا مجازات وصور. الملك لواحد هو الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله الله الله. قال لهم ومن يطلب رضا الخليفة لا ينتظر رضا الله، ومن يكثر الكلام بالفضول والغيبة لا يخرج من الدنيا على الإسلام. فمن كان يعتاد الغيبة والثلبة لأعراض الناس فيزعزع الإيمان من قلبه، وخصوصا إذا وقع في الأخيار والصالحين فالسب فيهم يا إنسان تحقيق ينزع الإيمان. كان يقول بعض أهل المعرفة ومن ابتلي فيهم أي في العلماء بالثلب ابتلي قبل موته بموت القلب، اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ومن أطرق لسانه فيهم بالثلب ابتلي قبل موته بموت القلب، يموت قلبه قبل ما يموت والعياذ بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن الظلمات الكبيرة في القلب الغيبة والنميمة، وهي من موجبات عذاب القبر ومن أسباب سلب الإيمان عند الموت، أعاذنا الله من ذلك. وقال رجل لحاتم الأصم من أين تأكل؟ فهذا الشك والوسواس يرتاد الناس في الأزمنة القديمة والحديثة، إلا أنه في بعض الأزمان يجننون له ويردون كأنه الأصل، وهو العيب والعار. من شك في الرزق فقد شك في الرزاق جل جلاله. قال من أين تأكل؟ قال من خزانة الله. فقال له هذا مستغرب كما هو طريقة تفكير بعض الغافلين، يلقي عليك الخبز من السماء أو يلقى عليك الخبز من السماء. قال حاتم لو لم تكن الأرض له قد رتبها الله ونظمها وخلى الخبز يخرج منها بزرع لكان يلقي عليه من السماء، لكن هو رتبه صلح له مكان وأرض رتبه عندي، هو من عنده جل جلاله. قال له أنتم تقولون الكلام، وهل نزل من السماء؟ قال له وهل نزل من السماء على الأنبياء غير الكلام؟ والله كلام جاء من الله على ألسن رسوله يمشي الناس عليه، وهذا هو كلام نقول لك. ليش تستهوين بالكلام؟ إذا كان كلام طيب وحق وحق ورفيع فحق أن يستمع. قال لا أقوى على مجادلتك أنت مجادل، هو جاهل وقال لا أقوى على مجادلتك. قال له حاتم أن الباطل لا يستقيم مع الحق. قال إبراهيم الخواص، إبراهيم الخواص رضي الله عنه العلم كله في كلمتين، لا تكلف ما كفيت ولا تضيع ما استكفيت. لا تكلف ما كفيت يعني من الرزق، ولا تضيع ما استكفيت يعني من العمل بس، وهذا العلم كله. قال
لا تتكلف شيء كفيته ولا تضيع شيء سكفيته أمرت به. قال سهل بن عبد الله صوفي. سهل بن عبد الله يقول الصوفي، من الصوفي يا سهل بن عبد الله؟ قال الصوفي من صفى من القدر وامتلأ من العبر واستوى عنده الذهب والمدر استغنى بالله عن البشر، هذا صوفي. من الصوفي؟ قال من صفى من القدر، ماشي عنده قدر، لا غش لا غل لا حسد لا حقد لا كبر لا عجب لا رياء لا التفات لا غير لا تعلم، وامتلأ من العبر في كل شيء آية تدل على عظمة الله وعلى أنه الحق المبين، امتلأ من العبر واستوى عنده الذهب والمدر، لأنه يعلم أن مجري النفع واحد بما شاء وكيف يشاء، وإذا أراد أن يرزق صاحب المدر قبل أن يرزق صاحب الذهب فعل. وربما مات صاحب الذهب جوعا في شيء من الأحوال، تحت قهر أو ظلم أو في مكان لا يوجد فيه طعامه فلا يفيده الذهب ولا يقدر أن يأكله إلى غير ذلك من المظاهر، ولكن الحق يختبر الخلق ويفتنهم بما جعل منها الذهب وما جعل من قيمة الأشياء. واستغنى بالله عن البشر جل جلاله. وقال أبو سليمان الداراني إذا اعتادت قال السري السقطي من عرف الله عاش ومن حب الدنيا طاش، العقل على نفسه فتش والأحمق يغدو يروح فيلاش. تفهم؟ يقول يا سيدنا السري السقطي من عرف الله عظمته وجلاله وثيق به ركن إليه اطمأن به اعتمد عليه توكل عليه عاش يكفيه ويربيه ويحرسه ويسعده ويؤيده وينصره ويثبته ويرعاه ويخضر مرعاه ويرعى أثره من بعده ويحسن خاتمته عاش، من عرف الله عاش، ومن أحب الدنيا طاش، فالطيش في محبة الدنيا ويظل طايش منزعج ملهوف، من أحب الدنيا طاش. قال والعاقل على نفسه فتاش، والعاقل على نفسه فتاش يسأل ويبحث ويحاسب نفسه محاسبة يفتش عن معايبها وعن حقها وعن باطلها، العاقل على نفسه فتاش، والأحمق ما يعرف تفتيش عن نفسه ولا محاسبة يغدو يروح في لاش، كل ما صلى شيء خربه كل ما بنى شيء هدموه ويروح يجي في لاش ما معه شيء، والأحمق يغدو ويروح في لاش. هكذا فبقي قليل من هذه الوصية نكمله إن شاء الله في الدرس المقبل علينا. بارك الله لنا في أوقاتنا، بارك الله لنا في ساعاتنا، بارك الله لنا في دروسنا، جعلنا من الموفقين والعباد الصالحين. وأم ياسين من الإسكندرية تقول كيف يكون إحياء التواصل والشعور المعية برسول الله صلى الله عليه وسلم عند برد الصلاة عليه، كيف تشعر المسيحية ورسالة النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام مع الصلاة عليه؟ تستشعرين أنك في روضته الكريمة وأمام شباكه الأنور، وتستشعرين أنه صفوة الله وخيرته وأنه الواسطة العظمى والسبب الأكبر في كل خير وفي دفع كل شر صلى الله عليه وسلم، تتصلين عليه مع الشوق والمحبة والتعظيم. محمد أحمد حويلة من لبنان يقول ما هي الوظيفة بالمحافظة عليه في شهر رجب؟ شهر مبارك يقبل علينا الليلة المقبلة إن لم يحل هذه الليلة فيكون القابلة إن شاء الله تعالى، مساء الاثنين ليلة الثلاثاء، الثلاثاء أول يوم من أيام رجب، ليلة الثلاثاء أول ليلة من ليالي شهر رجب، وهي ليلة كان سيدنا علي يفرغ نفسه لعبادته فيها، وكانت من الليالي التي ورد أنه يستجاب فيها الدعاء، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من رجب وكان يشرفه يمجده ويعظمه فيما
رواه أبو الحسن علي بن محمد الربعي بسند رجاله ثقات. أن عروة سأل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رجب؟ قال نعم، ويشرفه، يصوم في شهر رجب ويشرف هذا الشهر الكريم، وسماه الفرد من بين الأشهر الحرم. وفي الحديث أكثروا في شهر رجب من الاستغفار، فإن لله في كل ساعة منه عتقى من النوم، فإن الله في كل ساعة منه عتقى من النوم. اللهم اجعلنا من خواص أهلي، اللهم باركنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام. فينبغي كثرة الاستغفار وتحقيق التوبة في رجب، وكانوا يقولون هو شهر رولز، هو شهر البذ، إن رجب شهر البذر، وإن شعبان شهر السقي، وإن رمضان شهر الحصاد. من لم يبذر فما يسقي، ولم يبذر ولم يسقي فماذا يحصد؟ فهذا شهر البذر رجب. استغفار وتوبة إلى الله تعالى، وعزم صادق في الإقبال عليه، وتفقد للأرحام والجيران، وأخذ النصيب من الصدقات في رجب، وصوم شيء من أيام رجب ولو 3 أيام إن لم يكن أكثر، ومن استطاع فذبح شاة لله تبارك وتعالى في رجب، فهي أتيرة كما تسمى في ذي الحجة أضحية، ففي رجب تسمى أتيرة، حق على أهل بيت أن يذبحوا شاة في رجب وشاة في كل أضحى على حسب التيسير. وأول ليلة فيها فضل، وكذلك يأتي ذكر الإسراء والمعراج، والأكثر على أنها في 27 من شهر رجب. محمد ساجد من باكستان يقول وردنا عن تغطي الرقاب يوم الجمعة الإمام يخطب، فاليوم منها غير الجمعة. نعم، تخطي الرقاب حرام في الجمعة وغيرها، فإذا كان في الجمعة فمن باب أولى غيرها، وإنما يتحقق تخطي الرقاب بأن يرفع رجله من الزحمة، يرفع رجله فوق رقاب الناس، على فوق أكتاف الناس يضع رجله، فيكون متغطيا لرقابهم أعناق الناس. هذا حرام ولا يجوز، إلا إذا قصروا بأن تركوا فجوة في الصفوف أمامهم ولم يسدوها، فيجوز تغطي لسد الفجوة، وإلا فلا يجوز. فإن تخطي الرقاب حرام منهي عنه ولا يجوز، بخلاف إذا كان لا يرفع رجله ولكن يمر بها بين أرجلهم وهم على الأرض ولا يرفعها إلى فوق أكتافهم، فهذا لا يحرم، ولكن يكره إن كان فيه أذى لهم فيؤذيهم ولو بعدم، وهم غير مقصرين بأن لم يدعوا فجوة في الصف. لا أو كان هو الذي يخطبهم ويؤمهم، ولا بد من مرضيه في الطريق، ولا طريق له إلا من المرور بينهم، فلا كراهة في ذلك. والمعتصم من السعودية يقول كيف نقدر على التحكم في الغضب؟ هو سلطة قهرية يخضع الإنسان يتصرف بموجبه تصرفات يندم عليها فيما بعد. نقول ليس المقصود إبعاد الغضب من أصله، ولكن المقصود ضبط الإنسان عند الغضب في تلك التصرفات التي أشرت إليها، بتذكره غضب الله تعالى الذي لا يطيقه، وبوضوئه أو غسله، وبجلوسه إن كان قائما، واضطجاعه إن كان جالسا، وبالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يحمله الغضب على أن يتصرف بقل أدب فضلا عن محرم. فهذا في مقدور الإنسان إذا عزم وصمم واجتهد وجاهد، ففي مقدور الإنسان لا أن يزيل الغضب من أصله، ولكن يضبط نفسه عند الغضب، فإذا غضب لم يخرجه غضبه إلى باطل، لم يخرجه عن الحق، فهذا هو الذي يمكن وصوله بالمجاهدة، بالعزيمة، بالصدق،
استحضار عظمة الله وخوف غضبه تبارك وتعالى في علاه بالتعود على ذلك. ويقولها للخوض في السياسة وخبر رياضة من الكلام فيما لا يعني أكثر ذلك، أكثر ذلك مما لا يعني، أكثر ذلك مما لا يعني، بل أكثره فيه كذب ليس فيه حقائق، بل وأكثره يقسي ولا يرقق، وإنما يكون بحسب الحاجة وبحسب ما يتوجع على الإنسان. فإن التفات القلب والمبالغة في هذه الأشياء تفقده حلاوة الإيمان، تفقده حلاوة العبادة. وقد بنوا كثيرا من أمورهم تلك على كذب أو غش أو تلبيس وما إلى ذلك، وإنما بعض الأشياء تتعلق بما يهم الإنسان في دينه ودنياه، فله في ذلك ميزان ينبغي أن لا يتجاوزه. ومن جسرين من الأردن لسؤال أن صاحب الأذن الملك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الأذن مطلق من ربه داعي الله بإذنه، والدعوة إلى الله تحتاج إلى إذن. الإذن العام حصل من الله ورسوله بقوله بلغوا عني ولو آية، وقوله من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجر من تبعه، وقوله ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، إلى غير ذلك. فهذا يحصل به الإذن العام، ولكن إنما يكون ذلك بوعي وبأسلوب حسن لا يوقع في السوء ولا يوقع في عكس المراد من الدعوة. ولكن الإذن الخاص يحصل بواسطة تلك الإجازة وإذن أرباب العلم والمعرفة من الدعاة إلى الله لشخص ما أن يقوم بالأمر ويدعو إلى الله تبارك وتعالى، فيكون للإذن الخاص تأثير مخصوص ونفع مخصوص ونور زايد. وهكذا قال رسول الله بلغوا عني ولو آية، فأشار إلى الانطواء والتبعية في قوله بقوله عني لا بأنفسكم. وفاء من السعودية تقول ما هو علاج الكسل والتسويف عن العبادات؟ علاجها تجديد العزم وتذكر المثوبة وتذكر الحرمان من الكسل، وحملها في البداية مجاهدة وتكلفا حتى تعتاد ضد الكسل، وهو الاجتهاد والنشاط في الطاعة والعبادة. فلتتذكر المثوبة ولتتذكر الجزاء ولتتذكر النتيجة ولتعزم ولتصمم، فتكرم بالتخلص من ذلك الكسل. الأخ حامد من ماليزيا، فتضمن الإجابة عن ميت الله والمباع، لكن يعجز علينا في هذا الزمن المفتوح في كثرة الله من حولنا، فممكن الإنسان يقع في الله المكروه ينظر على قلبه كيف نتعامل مع هذا الخاطر، كان قال خذ الله المكروه حتى تقوى تعدل ما دام يترتب عليه ذنب. المكروه له أثر في إظلام القلب دون أثر المحرم. وبعد ذلك من غير شيء شك ليست درجته درجة المحرم، وإنما يقع فيه العامة ومن كسر جده ومن لم يكن من الخاصة في السير في أهل في من السائرين إلى الله تبارك وتعالى. ورقية إذا من السعودية تقول لي أكثر من أسبوع ما قمت الليل لكن أقضي مع الدعاء لأني غير راضي بحالي وزعلانة. عدم الرضا والحسرة على القيام بالليل خير خير، ويرجى به أن يعوضك الله تعالى. فعاودي الأزمة والتصميم على القيام بالليل، واستعيني على ذلك بالأذكار في آخر النهار قبل الغروب وعند المنام، والأذكار الواردة والنوم المبكر أيضا.
وقد يكون ذلك بسبب ذنوب، وقد يكون بأسباب أخرى وحكم أخرى، وقد يكون في حسرة الإنسان على ذلك من الله مثوبة وتعويض أعظم من القيام. قال بعض الصالحين: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه ويعزم ويصمم. وقراءة آخر سورة الكهف من عند قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانتهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخر السورة، لها تأثير في التنشيط على القيام والتحدي، بل بتحديد الساعة التي يريد القيام فيها فيستيقظ غالبا. كذلك آيته: ما قطعتم من لينة وتركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله يخرجها الفاسقين. تقرأ قبل النوم للاستيقاظ في أي ساعة يريدها الإنسان. كذلك التسبيح الذي علمه النبي لسيدة فاطمة ابنته الكريمة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34 قبل النوم. أبو محمد من اليمن يقول: ما يساعد لأنه هذل صلاة الفجر في وقتها، هذا الذي سمعته الآن هو الذي يساعدك على ذلك، مع قوة العزم والتصميم والصدق مع الله، وتجنب الذنوب في النهار، والاستغفار قبل الغروب، وقراءة الأذكار قبل النوم. وبالله التوفيق. اللهم وفقنا وإياهم ورعانا بعين عنايتك، سير بنا مسار الصالحين من عبادك أهل ودادك، واجمعنا بالمصطفى، وثبتنا في أهل الصدق والوفاء، وارفعنا مراتب القرب منك والدنو إليك، وارفعنا عنك في عافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.